هو يا مات يا عبد الله. وانا السبب، انا السبب. غاليه يا غاليه، مش عارفه ان هيحصل له كده. غاليه ما تعمليش في نفسك كده، ده قدر ربنا، الله يرحمه ويحسن اليه. طب اقول لك على حاجه، انا ساعات بقعد مع نفسي كده وافكر، لو كنت اعرف ابويا الحقيقي كنت احبه زي ابويا حنفي. واحد انا اقول لا لا يا عبد الله، مفيش احن من ابوك حنفي، كفايه انه خدك في حضنه وعملك ابنه، مفيش حد زي ابويا حنفي، مفيش. انا تعبان، تعبت يا عبد الله، تعبت. الدنيا عماله تلطش فينا مش رحمانة. أنا نفسي أموت، نفسي أموت وأخلص من العذاب اللي أنا فيه ده. غالية ما تقوليش كده يا غالية، ما تقوليش كده يا بنت الناس، أنت تعبانة ومحتاجة ترتاحي مش أكتر. فكري في ابنك، فكري في نوح، نوح محتاج لك، كلنا محتاجين لك. خشي نامي وأنا هفوت عليكي، لأن أنت كده أحسن من الصبح بكتير. الحمد لله. ولو عوزت أي حاجة، أي حاجة كلميني. كتر خيرك، تعيش. في ايه؟ حاضر حاضر. في ايه؟ يا ساتر استر يا رب. في ايه يا ماما؟ ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش. احنا معانا امر بتفتيش الشقه. لهوي. شقه ايه وشقه مين يا سعاده الباشا؟ بعد اذنكم فتشوا. ده احنا ناس غلابه وعلى باب الله. أنا يا فندم، مكان الطباعة وفلوس مزورة. والله العظيم يا باشا الحاجة دي مش بتاعتي ومعرفش عنها أي حاجة. من فضلك الكلام ده قوليه في النيابة مش هنا. نيابة؟ يا ماما يا ماما ما تسيبينيش خليكي معايا. هو أنت هتمشي زي ما جد مشي؟ ما تخافش يا حبيبي، بحبك قوي. ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش وما تعيطش. ما تعيطش يا نوح، مش أنت الراجل بتاعنا؟ أيوه. خلاص ما تعيطش، خلي بالك من نفسك ومن ستك عيشة. أنا رايحة مع أمي شوية وراجعة على طول. يا باشا إحنا ناس على باب الله، مش بتوع الحاجات دي. أنا أول مرة أشوف الحاجات دي. إحنا بنشوف شغلنا يا حاجة. يا باشا سيئة عليك النفس، أنا أمي وابني مالهمش حد من بعد أبويا الله يرحمه وغيري، أبو سعيدة. من فضلك يا ست غالية، مش عايزين سوشرة عشان الواد ما يتأثرش أكتر من كده. حاضر حاضر يا باشا، أنا هاجي معايا. روحي معاهم يا ضلاي، هاجي لك انا وعبد الله. لا ما تجيش، انت مش حامل بعد كده، ابعتي لي عبد الله. خلي بالك من الولا وخلي بالك من نفسك. حاضر حاضر، خلي بالك، خلي بالك من ستك. خدي الدواء يا ام. حاضر. ابعتي لي عبد الله يا باشا، دي مش بهدله، ابوس ايديكوا.